حضر رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشينغ ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف مؤتمرا صحفيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد ظهر يوم الاثنين، حيث قدم للصحفيين نتائج اللقاء 21 بين رئيسي الوزراء الصيني والروسي وأجاب على أسئلته. قال لي كوتشانغ خلال مؤتمر صحفي ان التعاون العملي بين الصين وروسيا لا يجب ان يحقق تقدما في الطاقه وغيرها من المجالات التقليديه فحسب، بل عليه ايضا استكشاف القدره الكامنه الهائله في التعاون بين الشركات الصغيره والمتوسطه، وهو ما من شانه ان يساعد على تعزيز التعاون في الابداع والابتكار وخلق فرص العمل، مضيفا ان الصين راغبه في تعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات. وخلال اجاباته على الاسئله أشار لي إلى أن الجهود المشتركة بين البلدين في دفع التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل تبادل الانتعاش الاقتصادي العالمي تتناسب مع المصالح المشتركة طويلة المدى، مؤكدا على رغبة الصين في مواصلة الجهود المشتركة مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها روسيا. أما رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف فقال إن العلاقات الروسية الصينية ستتقدم إلى آفاق أوسع، وإن روسيا ترغب في بذل جهود جديدة مع الصين من أجل تعميق التعاون في البنية التحتية والطاقة وغيرها من المشاريع الكبرى، وأيضا تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد ميدفيديف على أن بلاده ستعمل على دفع السلام والتنمية في المنطقة وحتى العالم بأسره، متحالية بروح الشراكة الاستراتيجية البناءة.